السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وهنا دايما يا رب، يا رب بالتوفيق للجميع كده، وربنا يعوض تعبكم خير. احنا في ايام امتحانات، ويعني لكل مجتهد النصيب. ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، فطول ما انت بتذاكر وبتعمل اللي عليك حتى لو جبت درجة وحشة مش ما تزعلش، ربنا مقدر لك الخير. اغلط وتعلم من غلطك، وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا كده في دراستكم وفي حياتكم العلميه والعمليه ان شاء الله. جاي النهارده بقاعده يعني مطلوبه مني من الطلبه، سواء سنه خمسه سته اولى اعدادي تانيه اعدادي. القاعده دي مش عارفه ليه مسببه يعني اذيه للعيال، وحاسين ان هي تقيله. لما شرحتها يعني بدأت الأطفال يفهموها، وبدأوا طلاب حتى إعدادي وثانوي يحبوها جدا. أولا زي ما احنا متفقين مع بعض، لما يجي لي قاعدة في الإنجليش محفظ، ما تتعودش تحفظ، اتعود افهم. احنا واحنا صغيرين قاعده اف دي كانت مسببه لنا اذى رهيب، كنا لان احنا اخذناها في الثانوي. الجيل بتاع الثمانينات ده خدها في الثانوي، لكن انتوا دلوقتي بتاخدوها من خمسة ابتدائي، وبناخدها كمان في كونكت بلس من ثالثة. عندي هنا قاعدة اف ليها كذا حالة، الزيرو والفيرست والسكند والثيرد. النهاردة هناخد معانا حالتين مهمين جدا. اول حالة ما بنستخدمهاش كتير اللي هي conditional zero، او الحالة الصفرية. الحالة الصفرية الاف دي بتستخدم في الحقائق العلمية الثابتة، يعني الشمس، لو الشمس كذا يبقى هيحصل كذا، لو حطينا مطاط في المية هيحصل له ايه. كلمة لو بنستخدمها في حياتنا كتير جدا. اول حالة بتيجي لاستخدامها للحقائق العلمية بس، يعني زي ما انا مدياكي كده بقولك if you heat water to 100 degrees it boils. خد بالك ان اف هي جملة بتربط بين جملتين، كلمة بتربط بين جملتين. الجملة الاولى if you heat water to 100 degrees، لو سخنا المية لدرجة حرارة 100، ايه اللي هيحصل؟ النتيجة اللي هتحصل it boils، سوف هيحصل لها درجة غليان. هنا اف جت في اول الجملة، جه بعديها present simple، وجه برضو في الجملة التانية present simple. يبقى هنا الحالة الصفرية دي بتستخدم الحالة الصفرية في الحقائق العلمية الثابتة بس، تمام؟ زي ما قلت لك، تعالى كده نقول مثال تاني. يعني لو حطيت حجر في المية هيحصل له ايه؟ هينزل تحت، هيغرق، هيوصل للقاع. فاقول if you put a stone in water، دي الجملة الاولى، ايه اللي هيحصل؟ it sinks، يعني هيغرق، هينزل لتحت. يبقى الكونديشنال زيرو دي بتحصل بس للحقائق الثابتة، التجارب والحاجات الثابتة في الحقائق العلمية، تمام. يبقى كده خلصنا الزيرو كونديشنال، ودي من الحالات اللي مش بتستخدم في المناهج كتير، وعشان كده بنبدأ دايما في المنهج بتايب 1 او فيرست كونديشنال. قاعدة اف قلتلك افهمها. هنا الحالة التانية، لما تيجي تاخد كل حالة من حالات اف اعرف استخدامها، هتلاقيني كب حتى الاستخدام بالعربي علشان تفهمه. كبر الشاشة وركز معايا. اول حاجة في قاعدة اف بيقول لي بتستخدم الحالة الشرطية الاولى للتعبير عن شيء متوقع حدوثه، حاجة هتحصل، يعني زي ما ماما تقول لك كده، لو ذاكرت هتنجح، لو نمت بدري هتصحى بدري، لو كلت اكل صحي هيبقى جسمك كويس وعقلك سليم. الحاجات دي طبعا متأكدين من حدوثها، ولا فيها حاجة من الخيال، ولا فيها حاجة ما ينفعش تتحقق. يبقى أول حالة اللي هي تايب 1 بتستخدم الحالة الشرطية الأولى للتعبير عن شيء متوقع حدوثه. طيب أفهم بقى يا ميس، لو جات لي إف أعمل إيه؟ قال لي إف الحالة الأولى بيجي بعديها present simple
والسبجكت والانفينيتيف. خد بالك ان اف كلمة بتربط بين جملتين، بمعنى اف لما بتيجي اول الجملة البريزنت سيمبل دي الجملة الاولى، وبيبقى فيه كومة صغيرة كده والسبجكت اللي هو اي ووي وهي وشي وات والانفينيتيف. زي ايه؟ تعالى كده ناخد فور اكزامبل. بيقول لي if you play with matches، if you play with matches you will burn yourself. if you play with matches لو انت لعبت بالكبريت، برضو you الفاعل اهو، you will burn yourself هتحرق نفسك. تمام؟ هنا دي حاجة متوقع حدوثها، بنقولها للأطفال لو لعبت بالنار هتتلسعي. if you studies، خد بالك مع هنا if he sorry مع he حطينا الverb take s لأن ده present simple. present simple he وshe وit وأي مفرد الverb take s. if he studies hard، لو ذكرت بجد اللي هيحصل he succeeds سوف تنجح، وhe succeeds حطينا للفعل s. if she comes home، لو انت رجعت البيت I will tell her about the exam، بقول لها if she comes home لو هي رجعت البيت I will tell، I will سوف أخبرك، سوف حاجة هتحصل لسه في المستقبل. if I will tell her about the exam. يبقى هنا الحالة الشرطية الأولى الإف if present simple we will infinitive if present simple، والجملة الثانية you أو he أو she أو I we will infinitive. طب يا مس لو if اتحركت وجت في نص الجملة، اللي ورا if بيتن ورا if، يعني هنا if present simple هنا برضو if present simple، أمال إيه اللي بيتحرك ويتنقل؟ will والانفينيتيف هيجي قبلها. يبقى خد بالك بقى لما تيجي اف في نص الجملة، اوعى تجيب اف كده تشيلها من اول الجملة وتحطها في النص ويبقى بعديها will، لا، اللي بيجي بعد اف هو بيتنوا بعد اف. في الحالة الشرطية الاولى اف present simple، برضو لو جت في النص اف وpresent simple، اللي بيتحرك will والانفينيتيف بيتحرك يجي قبلها. معناها ايه كده علشان تفهمها انت كطالب؟ لو انا بقول مثلا لو انت نجحت، لو انت ذاكرت هتنجح، لو انت ذاكرت هتنجح، او لو اجتهدت هتنجح، اقول لك ايه؟ انت هتنجح لو ذاكرت كويس. يبقى هي نفس المعنى، لو لعبت في الكبريت هتتلسع، نفس المعنى اهو. بيقول لي I will buy a new car، خد بالك I بدأنا الجملة ب will والinfinitive. I will buy a new car، أنا سو أنا هشتري عربية، حاجة لسه هتحصل في المستقبل. if I have a lot of money، if I have I والinfinitive لو أنا معايا فلوس كتير، أو لو بقى عندي فلوس كتير، طبعا دي حاجة نقدر نحققها. if you will a new car، if I have a lot of money we will go to the club، احنا ممكن سوف نذهب الى النادي. if he comes early، لو انت جيت او لو هو جه بدري، خد بالك if جه بعدها البريزنت سيمبل if وهي والverb take s وجه قبلها will والinfinitive. we will go to the club if he comes early. تمام؟ بيقول لي بعد كده في كل قاعدة ليها نيجاتيف، ليها نيجاتيف. ايه النيجاتيف بتاع القاعدة دي؟ قال لي لو جت الاف اول الجملة حنفي البريزنت سيمبل بدونت ودازنت، وده واخدينه قبل كده، حنفي البريزنت سيمبل بدونت ودازنت والفيرب انفينيتيف، والجملة التانية السبجكت ويل والفيرب انفينيتيف. يبقى كل اللي بنعمله ان احنا بننفي جملة من الاتنين، لو جت لي البريزنت سيمبل منفي يبقى الفيوتشر او ويل مش منفي. طب لو جات لي ويل منفيه بوانت يبقى البريزنت سيمبل مش منفي. تمام؟ تعالوا نفهمها تاني. لو جالي في النيجاتيف، في النيجاتيف في النفي، يعني اف هي هياها، اف بعديها بريزنت سيمبل وبعديها ويل والانفينيتيف. تمام؟ امال يعني ايه النيجاتيف يا ميس؟ يعني لو حنفي البريزنت سيمبل حنفيه بدونت او دازنت،
لو حنفي ويل حنفيها بوانت، يعني اقول ايه؟ if you don't wear a hat، لو انت ملبستش don't، if you don't wear a hat، لو انت ملبستش الايه؟ القبعة، you will get too hot، هتحس ان الجو حر قوي لان الشمس هتبقى ضربة في دماغك. انا نفيت هنا البريزنت سيمبل بس ما نفيتش ويل. قال لي في حالة تانية ممكن انفي ويل واسيب البريزنت سيمبل في الافرماتيف، يعني هتجيلي اف سواء في النص او في اول الجملة هنفي ويل بوانت، ويل نوت بتتنفي بوانت، هحط الفاعل عادي want والانفينيتيف والبريزنت سيمبل دايما دايما بعد اف، البريزنت سيمبل دايما دايما بعد اف. يعني اقول ايه؟ she won't go to school، لو انت ما رحتش المدرسه، if she misses the buses، سو يعني لو انت مش هتروح المدرسه الاوتوبيس هي ايه؟ هيفوتك. يبقى هنا جينا مره نفينا البريزنت سيمبل وجينا مره نفينا want. تمام، القاعدة سهلة جدا نفهمها كده مع بعض، وهتلاقي قاعدة اف من القواعد السهلة جدا. اف في الحالة الأولى present simple will والinfinitive، لو هعمل كذا هيحصل كذا، معناها كده لو صحيت بدري، لو نمت بدري هصحى بدري، هصحى في حاجة لسه هتحصل، فهحط present simple حاجة دلوقتي وحاجة في المستقبل. لو الفيديو عجبك واستفدت منه ما تنسانيش بلايك، شير لاصحابك عشان الامتحانات ومراجعات الامتحانات، كبر الكاميرا وافهم، وعيد الفيديو مرة واتنين علشان المعلومة توصل. اشوفكوا على خير بـ تايب 2، باي باي.